مساء الخيرات لكم أصدقائي مع بداية إطلالة مسائية استثنائية لمشاكل وحلول. الموضوع يستحق لأنه بالكلام عن الكورونا يلي قلنا أشهر لبل أكثر من سنتين عم نحكي ومنواكب ونتابع نلمس اهتمام، ولكن اهتمام عن اهتمام يبقى هو موقع تقديرنا، لأنه كتير مهم نقول بهذه المرحلة الدقيقة من خلال كل الوقائع اللي عم نحكي فيها منقول أنه نشاط دكتور فراس الأبيض معالي وزير الصحة العامة على أهبة الاستعداد لحتى يكون إلى جانب كل الناس بإطار تخفيف ما هو عبء على بعض الناس بهذا المجتمع، إذا ما رح نعمم ونقول كل الناس. موضوع الكورونا طبعا بيهتم فيه معالي الوزير من خلال اللجان الموجودة بوزارة الصحة، الاجتماعات الدورية اللي بيعملها، المقررات، الإجراءات الاستثنائية اللي دائما تعلن بمؤتمر صحفي. طبعا اليوم عقد معالي مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم بالسراي الحكومي للجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، تلاها مؤتمر صحفي كل وسائل الإعلام نقلته، لأنه بالكلام عن الاجتماع بمتابعة التدابير المقررات كانت أنه أعداد المصابين بكورونا المسجلين يومياً تراجعت بالأسبوعين الماضيين، وهذا التراجع بيقول معالي وراء الكواليس أنه لا يعني انتصار، ولكن يعني قد يكون التزام بالإجراءات وإلى ما هنالك من أمور رح يشرح لنا إياها، لأنه نسبة الفحوصات الموجبة والرقم التكاثري تدنى إلى ما دون الواحد، وهي مؤشرات تدل على أن الإصابات بلبنان إلى المزيد من التراجع. معالي الوزير الدكتور فراس الأبيض وزير الصحة العامة ضيفنا اليوم لحتى نترك له الميكروفون والكاميرا والشاشة تيشرح لنا آلية هذه الإجراءات في ظل الكلام عن إلغاء نهائي للبي سي آر بمطار بيروت. هذا الكلام غير دقيق، منه صحيح، لأنه رح يشرح معالي هذا السبب. معاليك أهلا وسهلا فيكم، مساء النور. مساء الخير. هذه الإطلالة هي تعتبر قيد المتابعة مثل ما قلنا نحن بأول لقاء معك بأول شباط، نحن حدك دايما تنكون حد كل الناس بشكل متتالي، وأنا بشكر وجودك معنا اليوم. شو هي الإجراءات الاستثنائية أو التدابير بمرافقة الجائحة، جائحة كورونا؟ نعم، خلينا نحن قبل ما نشرح التدابير خلينا نشرح نحن كيف شايفين الوضع. نحن بنعرف انه اول ما اجت الكورونا على البلد كان وباء جديد، وكان الخطورة انه الناس ما كان عندها اي مناعة. نعم. لذلك كان كل الاهداف في البداية الحد من الانتشار، لانه كنا بنعرف نحن لما هالمرض هيدا يصيب الناس اللي ما عندها مناعة بشكل خطر كتير كبير. وكلها ياتنا منتذكر شو صار السنة الماضية على يعني رأس السنة لما اجت الألفة وانتشرت، وشفنا هالأعداد العالية جدا مش بس من الإصابات بل من الوفيات. يعني نحنا كنا عم نشوف السنة الماضية انه وصلت الوفيات بأحد الأيام لمئة وفاة من الكورونا. كذلك شفنا انه مستشفياتنا كانت انتلت، وحتى صرنا نشوف مرضى بالطوارئ ما عم يقدروا يلاقوا مرضى، عم تضطر تروح بالبيت نجيب لها أكسجين على البيت، و يعني كان الوضع كتير مأساوي. هلا شو اللي تغير بعد سنة؟ هلا اللي تغير انه نحنا اجى اللقاح، بلشنا نعطي يعني اللقاح، ووصلنا الى ارقام حوالي تلت الشعب كان يعني اخذ اللقاح. بالاضافة لذلك كان في كتير ناس اصيبوا بالمرض وهذا أعطاه النوع من المناعة. لا. لما إجا الأوميكرون في بداية شهر كانون الأول كان هنالك مطالبات إنه خلينا نسكر المطار حتى ما يدخل، وكان في بعض يعني المسؤولين طلعوا وقالوا نحن مستشفياتنا حتنهار لازم نحن نسكر البلد. صحيح. وطلع كلام إنه أبدا ما لازم نفتح المدارس، خلينا نسكر المدارس. لا. كذلك وزارة الصحة وقتها لما درست الوضع والوقائع و شافت انه نحن لا، الوضع بمستشفياتنا كان بيسمح انه نحن ما نروح لهالاجراءات الشديدة، بل نحن ممكن نقدر نستوعب هالصدمة هاي من غير ما نلجأ لتسكير البلد او تسكير المطار او ما الى هنالك. وبالفعل اجى الاوميكرون وشفنا كيف ارتفعت الارقام، وصلنا لارقام قياسية بالاصابات، ولكن ظل موضوع الاستشفاء تحت السيطرة. ونحن طبعا عززنا هذا الموضوع لما فتحنا المستشفى محمد بن زايد بالبيل وغيره. نعم. ولكن فكرة الأساسية أنه ظل نحن وضع الاستشفاء تحت الضبط.
هلأ اللي نحن عم نشوفه أنه هالموجة اللي طلعت بلشت تنزل. نحن وصلنا بوقت معين ل 11,000 حالة تقريبا بالنهار. نحن هلأ عم نوصل نزلنا ل 3,000 4,000 حالة اليوم 3,978 تمام. بالإضافة لذلك نحن عم نشوف أنه نسبة الإشغال بالمستشفيات لا. اللي وصلت بمرحلة معينة لفوق 80% اليوم نحن تقريبا تحت 60% كنا إن كان عم نحكي كأسرة عادية أو حتى آي سي يو. وهيدا طبعا يعني نحن ما شفناه بيوم واحد، نحن هيدا صار عم نشوفه ترند يعني لا. ولذلك كان واضح أنه نحن هلأ الموجة الكورونا أو موجة الأوميكرون بالتحديد هي في انحسار هلأ. وثانيا الاهتمام وليس فقط في لبنان، بالعالم كله صار التركيز مش بقى على الإصابات قد ما صارت على الاستشفاء. انه انت حتى لو صار في إصابات اذا كان انت وضعك في المستشفيات قادر يصمد انت ساعتها ممكن ما تضطر تعمل اجراءات متشددة اغلاق وكذا وكذا. وهيدي عم نشوفها نحن ببعض البلاد الأوروبية واكبر مثل كان بريطانيا. طب بس الوفيات بعد الوزير عم بتكون عاليه. انت بتعرف الوفيات هي انعكاس لشو صار من اسبوعين او ثلاثه لورا. فنحن اليوم عندنا 18 وفاه تمام، ولكن نحن هيدا كله انعكاس للاصابات. علما انه انت بتعرف السنه الماضيه نحن كان قمه الاصابات في اليوم 6,000 يعني هيدا اكثر شيء وصلنا له، وهيدا عطتنا 100 حاله من الوفيات وقتها. مزبوط. بينما نحن هلا وصلنا لل 11,000 ونسبة الوفيات بعدها، ولما نحن منشوف حالات هالوفية منشوف انه الغالبية العظمى هي يا اما ناس منهم ملقحين يا اما ناس على يعني كبار في السن وعندهم امراض مصاحبة. هلا لا يعني لنرجع للموضوع، نحن مقارنة بالبلاد الاوروبية اللي فتحت لبنان وهيدا اللي حكينا فيه، للأسف نحن لازال العدد الملقحين في لبنان منه عالي، يعني نحن تقريبا على 40% مقارنة بفوق 80% بمثلا بريطانيا فرنسا ألمانيا وغيره. ولذلك نحن فيما نحن نعم نتجه للتخفيف، ولكن نحن بدنا نضلنا على حذر. ليش؟ لأنه ممكن يجي متحور جديد، ونحن هلأ نسمع ساعة AB2 أو ممكن يجي شيء غير الAB2. يعني نحن العالم أيام بتنسى أنه الأوميكرون اللي هو خرب الدنيا هلأ وإجا ووا بلش من حوالي 3 شهور أو أقل، يعني فمع الكورونا التطورات ممكن تصير بسرعة. ولذلك يعني شددت منظمة الصحة العالمية على أمرين، أول شيء أنه كورونا ما انتهى، بل ممكن كورونا يصير أندمك يعني خلص يضلوا معنا، وأنه نحن دائما لازم تكون يعني. بدنا نتعايش معه مثل ما عم نتعايش مع الإنفلونزا وغيره، ولكن باللقاح ساعتها ممكن أنه نحن يكون الأذى أو الأذية اللي بتجي من الكورونا أقل. طب اليوم في ناس لحد اليوم بدي رسالتك لإلهم رافضين اللقاح نهائيا. شوف نحن لهلأ واضح أنه نحن في لبنان منا متجهين إلى إلزامية اللقاح، مع أنه في بعض البلاد الأخرى عملتها، بس نحن في لبنان لن نلزم المواطنين أو غيره باللقاح، ولكن نحن عم نقول لهم أنه يعني يتطلعوا على الأرقام، يتطلعوا على ما بيقولوا العلم مش بس في لبنان بكل العالم. من الواضح انه الكورونا عند الملقحين عم يجي خفيف، عند غير الملقحين ممكن يجي قوي بيدخلهم على المستشفيات. طب معالي الوزير بهذه المرحله بدي ابدا او ارجع للمؤتمر الصحافي، البعض كان عم يتناقل انباء انه الوزير الابيض سيعلن الغاء البي سي ار على المطار. تم الغاء شيء منه؟ لا نحن ما الغينا. وضح لي اذا ممكن. نحن اللي نحن بالنهايه ليش البي سي ار على المطار؟ بس لنرجع، نحن لما بيصير في وباء في العالم انت عندك 4 خيارات على الحدود. ليش على الحدود؟ لانه الوباء بيدخل على اي بلد من الحدود. صحيح. يعني الا اللهم اذا الوباء طلع من عندك. ولكن نحن ما هيك، نحن الوباء ما طلع من لبنان. الخيارات الاربعه على الحدود هي يا اما تسكر الحدود مثل ما نحن عملنا اول ما صار الكورونا، سكرنا المطار سكرنا وهذا اكيد امر يعني غير مقبول حاليا. الخيار رقم 2 انك انت تصير كل واحد بده يدخل على البلد تحجره تحطه 14 يوم او كذا وهالامور، وهذا جربناها وما كانت ناجحه، التجربه مش فظيعه. الموضوع الثالث انك انت تعمل له فحص لحتى تتاكد انه هو منه موبوء، وهذا الفحص
الفحص بالأول قبل رابيد وعادي واضح كان أنه فحص واحد لا يكفي، لذلك لجأوا لفحصين يفصل بيناتهم بضعة أيام عند يعني الوصول بعد، أو إذا بدك، وهيدا نحن جربناه بلبنان للي بيتذكر، كنا نعمل عند الوصول ونرجع نعدله بعد 3 أيام، أو في بعض الدول وهيدا اللي هلأ أغلبهم صار بيقول لك عمول واحد قبل ما تجي ونعمل لك واحد على الوصول، وهيدا اللي كان كتير من البلاد مش بس بلبنان، مثلا اللبنانيين اللي بيروحوا على دبي بيعرفوا انه هن بيعملوا بي سي ار بلبنان، وعلى الوصلة مثلا على مطار دبي بيعملوا لهم هنيك قبل واحد. قبل قد بده يعمل بالبلد اللي بيكون فيه؟ عادة كانوا بالاول يقولوا 72 ساعة، هلا صار عم بيقولوا 48 ساعة مع الاوميكرون. نعم. هلا هيدا الخيار الثالث، تعمل فحوصات. الخيار الرابع انك انت تفتح الحدود وتقول لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، خلص ما في اي، وهيدا ما حدا بيعملها يعني، هيدا ما حدا عملها، ما حتى بريطانيا اللي هلا هي فتحت وفتحت البلد و اذا انت بدك تروح على بريطانيا ومنك ملقح بدك تعمل بي سي ار قبل ما تروح وبي سي ار بعد ما توصل. فلذلك لهلا حاليا بعد الوضع كثير من البلاد بموضوع الكوفيد هو الترقب وهو الجهوزيه، حتى نحن في لبنان هذا اللي عملناه. نحن جينا قلنا انه لانه وضعنا صار بقلب البلد، يعني نحن لو جينا من اسبوعين او ثلاثه قلنا بدنا نحن نفتح المطار وكان عم بيصير عنا نحن 11 ألف حالة في اليوم، وعم يدخل من المطار كل يوم 350 كان حالة إيجابية، كانوا العالم قاموا قالوا أنت عم بتعرض البلد للخطر وسلامة البلد و و. أما اليوم نحن شفنا بالتقرير اللي طلع اليوم الوافدين صار عددهم قليل، يعني 65 حالة يمكن اليوم سجلنا على المطار، بالإضافة بقلب البلد كذلك العدد عم يتنازل، ومستشفياتنا صارت وضعها أفضل، صار فينا نحن نجي نقول للملقحين. نعم. لأنه نحن بنعرف أنه الملقح إذا أصيب هذا حيتجي إن شاء الله خفيف السيطرة. نعم، إن كان الملقح لبناني أو يمكن يكون من الناس اللي بيجوا غير اللبنانيين. نعم. يعني شخص مثلا جاي من بلد عربي وصل على لبنان طب ملقح، بينما إذا ما كان ملقح وصار معه كورونا مشكلة. مهم، فلذلك القرار اللي أخذنا اليوم أنه أي واحد ملقح بس ما على أنه لا تتعدى فترة اللقاح 6 أشهر ما في داعي يعمل بي سي آر، لا قبل ما يجي على لبنان ولا على الوصلة. كيف بده يبرزها يعني بموجب؟ بطبع بيكون هو معه هذا يعني. في خوف من تزوير بعض الشهادات؟ لا يعني نحن هذا الموضوع موجود، ولكن هذا مشكلة بكل العالم، ولذلك يعني دائما هو حتى على المطارات أنا أكيد حيتحققوا من هذا الموضوع قبل ما يطلع الطيارة، يعني ما ننسى نحن وصاروا خبراء بكثير من المطارات بهالموضوع. إذن بهذه المرحلة يلي تم إلغاء اليوم إذا كان عامل من 6 شهور صحيح. هلأ يعني ليش من 6 شهور؟ سؤال بعض الناس سألوني أنه ليش من 6 شهور؟ لأنه نحن في كثير دراسات بتفرجي أنه أنت إذا كان اللقاح أخده من أكثر من 6 شهور عند بعض الناس، خاصة إذا المريض كان عنده أي جرعة بالغمر. أو لتاني تالتة بغض النظر آخر جرعة أخذها. نعم. يعني أنت مفروض تكون لقاح كامل. نعم. إن كنت أخذ 2 أو 3، بس الفكرة أنه إذا كان بعض الناس خاصة الكبار بالعمر بعد 6 شهور بتضعف المناعة، ولذلك يعني يصير بتعتبر أنت كأنك بفتت على مثلك مثل الغير ملقح. أو يعني رايحين على الرابعة مع هذا الوزير عم يسمع؟ نحن ممكن يعني نحن هيدا الموضوع بعد الدراسات عم تطلع. نعم. نحن بدنا نتذكر أنه كورونا هو وباء جديد، فنحن واضح هلا أنه نحن بدنا 3 جرعة، هيدي واضحة. هل الجرعة الرابعة بتزيد ولا لا؟ نحن ناطرين لنشوف الدراسات شو بتقول. طب اليوم الناس يعني حضرتك أنت عم بتناشدهم وبتطلب منهم، لأنه عملتوا ماراثونات وكان في تجاوب معها. صحيح. ولكن شو هو سبب أنه ما في إقبال على اللقاح؟ أنا برأيي أنه نحن يعني أول شيء في كتير ناس من اللي كان بدهم اللقاح إجوا أخذوا اللقاح بس في عندك ناس من جهة بعدهم تحت أفكار أنه هيدا اللقاح يعني اليوم نحن بلجنة الكورونا، ونحن لجنة الكورونا يعني كان أحد الموجودين معنا قاعد عم يطلع أنه طبيب؟ هو لا ما له طبيب، هو بتعرف لجنة كورونا هي ممثلة في الوزارات ممثلة باللجنة. كان في أحد الأقدم معنا من أحد الوزارات ما له علاقة بالصحة، فما له مقتنع باللقاح، بتصير يعني هذا الموضوع. فللأسف هنالك يعني بكل العالم نشوف في عندك الناس اللي عندهم هزتنسي اللي منسميها يعني ما بيعتقدوا انه اللقاح مش اكيدين منه. الموضوع الثاني انا برايي كذلك مع الاوميكرون اللي اجا، لانه اجا خفيف
يعني الأوميكرون، في بعض الناس قالت خلص إذا هيك نحن ما بدنا ناخذ لقاح. المشكلة اللي يعني عم نحاول نوصلها، الرسالة اللي عم نوصلها، إنه ما كل مرة بتسلم الجرة. يعني نحن هلأ إجا أوميكرون، أوميكرون خفيف نعم، يمكن مش مثل المتحورات اللي قبله، ولكن لا يضمن، ما في شيء يضمن إنه المتحور اللي حيجي، وأنا أكيد حيجي متحور يرجع، لأنه هيدي طبيعة الفيروسات. ما بنعرف هالمتحور اللي ممكن يرجع يجي هل حيكون خفيف ولا ممكن يكون متحور مختلف تماما ونرجع يرجعنا لورا. معالي الوزير، كان البعض معتقدين إنه الأوميكرون هو رح يكون نهاية الكورونا. هلا نحن بنتمنى ولكن نعم. مثلا هلا اجى متحور اسمه الاي بي 2. الاي بي 2 هلا لا، وصار في عده، اليوم طلع تقرير من الدنمارك بيقول انه في بعض الناس اللي كانوا اصيبوا بالاوميكرون هلا لقوا الاي بي 2. هلا عددهم منه كبير، عددهم صغير، والاصابه اجتهم طفيفه ايضا، ولكن الفكره الاساسيه فيها انه برجع بقول يعني نحن عم نشوف انه الاوميكرون نفسه صاب كثير من الناس اللي كانوا اخذوا او كان معهم الكورونا الدلتا. فلذلك برجع بقول نحن يعني بعد بكير نقول انه انتهى الكورونا. طب اليوم مختبراتنا معالي الوزير مجهزة، مؤهلة، مختبرات الجامعة اللبنانية مجهزة، ولكن باقيها لا. نحن عنا بالجامعة اللبنانية مختبرات مجهزة، نحن عنا كذلك التسلسل الجيني عم نعمله بمختبرات كذلك بالأيو، وفي مختبرات الجامعة الأمريكية. ونحن مثلا مثل هيدا الاي بي 2 صار في حالة في لبنان وصار فيها تسلسل جيني، وثبت انه نحن عنا وصل على لبنان للاي بي 2، يعني منه شيء مخبى. ولكن بيقولوا انه ما ببين بالبي سي ار العادي. مش هو البي سي ار العادي بده يكون ايام في بعض الخصائص بصير انت بتقدر بالبي سي ار العادي تفرق، وهيك اكتشفنا نحن الاوميكرون. نعم. يعني لانه كان يعطي على البي سي ار العادي بعض الامور غير اللي كان يعطيها الدلتا. الاي بي 2 والاوميكرون نعم. مثل بعض، لذلك البي سي ار العادي ما بفرق بيناتهم. معليك، باجتماع اليوم تم الطلب او قرار اخذ الطلب من لجنه الامراض المعديه بوزاره الصحه العامه ان تعيد النظر في البروتوكولات من ناحية مدة العزل أو الفحوصات ليتم تعميمها على جميع المرافق التربوية وغيرها، وإعداد اقتراح لإجراءات السلامة العامة المطلوب اتباعها في مراكز الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة. نعم. يعني من هون هي رسالة لنطمن اللي عم بتحضر للانتخابات، ما تخافوا، وزارة الصحة راصدة يعني كل المطلوب لحتى تنفذه. طبعا يعني نحن بأول شيء لنرجع للجنة، نحن كنا اليوم نحن وعم نحكي بالإجراءات لاحظنا انه البروتوكول الصحي اللي حطته لجنة الامراض المعدية بوزارة الصحة، هيدا البروتوكول انحط من حوالي الشهرين. طبعا نحن هلأ مع كل شيء صار وتغير والارقام، انا برأيي صار في وقت يعني لازم نحن نرجع نعيد النظر بهيدا الموضوع، لانه انت بتعرف انه هيدا اللجنة هي لجنة استشارية، بس بالنهاية هالبروتوكول بده يعني نتبناه نحن كلجنة جائحة الكورونا. فلذلك نحن طلبنا أنه ينعاد النظر فيه. أما بخصوص الانتخابات فنحن الجميع بيعرف أنه نحن بالحكومة يعني واحدة من شو بقولوا الأمور يعني اللي عم بتقوم فيها الحكومة هي التحضير جيدا لإجراء الانتخابات بموعدها، ونحن بهيدا الموضوع كوزارة صحة معنيين بإيجاد الظروف الصحية السليمة لحتى ما يكون في أي أمر يعيق عمليات الانتخاب. يعني كل وزارة عم بتقوم بدورها لإتمام العملية الانتخابية بنجاح. طبعا يعني نحن بدنا نأكد أنه نحن بمراكز الانتخاب يكونوا الإجراءات الصحية مأمنة حتى المواطن لما يجي بده ينتخب ما يكون في يعني ما يعيقه. طب بهذه المرحلة إذا بتسمح لي عم نحكي على الأوميكرون والكورونا، موضوع المدارس معالي الوزير لليوم بعده بنسمع أنه أولادنا جابوا لنا الإصابة على البيت. نعم، ما في كلام انه هو يعني المدارس نحن بموضوع انتشار الوباء دائما لما بيكون عندك اختلاط، وخاصه لما يعني انت عندك فيروس سريع الانتشار مثل الاوميكرون. نعم. فلذلك نعم يعني ونحن كنا مدركين لهذا الموضوع، ولكن نحن اللي كنا عم نقول انه نحن لما عملنا حمله المدارس هي كانت مش بس موجهه للتلاميذ، كانت كذلك موجهة لأهل التلاميذ. حلو. ونحن في كتير مراكز وقت استقبلت يعني العائلة، كان يجوا العائلة
وهذا الموضوع لحتى نحن نحمي الأهل إذا لا سمح الله صار في انتقال للعدوى. طب اليوم بالمرحلة اللي نحن عم نحكي فيها شغلة كتير مهمة لحتى نقول يعني بإطار المواكبة والمتابعة كمان اليوم في المركز الصحي التابع للجامعة اللبنانية هو عم بيكون حاضر لحتى يقدم كل ما هو مطلوب للجسم يعني الهيئة التعليمية ولأهاليهم، لأنه إذا بتسمح لي يعني هي مهمة بوجودك معنا نقول لتستمر الحياة ما تتردد لتاخذ اللقاح. هذه الحملة من الجامعة اللبنانية للتحصين ضد كوفيد لأفراد الهيئة التعليمية والإدارية وذويهم وللطلاب جرعة أولى ثانية وثالثة، يعني نعم. من هون كمان طبعا نحن يعني هذا جهد طيب حقيقة عم بتقوم فيه الجامعة اللبنانية وكذلك الجامعات الأخرى كمان عم بتقوم بهيدي الحملة، ونحن مستعدين نؤازر نعم. أي جامعة أو أي مرفق تربوي بموضوع عملية اللقاح، يعني موجود نحن متوفر جزء من جزء نحن اليوم يعني بعد ما خلصنا الاجتماع وكانت موجودة ممثلة وزارة التربية السيدة هيلدا خوري معنا بالاجتماع، ونحن في تنسيق بين الوزارة وزارة الصحة ووزارة التربية بحملات لحتى نحن نتابع التلقيح بالمدارس، وخاصة أنت ما تنسى أنه نحن بعد فترة حيوصلنا اللقاح تاع عمر 5 إلى 12 سنة، ولحتى نحن نشوف كيف بدنا ننشره على الأهل اللي بدهم يلقحوا أولادهم. طب اليوم في بعض المدارس عم تطلب أو عم تجبر الطلاب أنهم يتلقحوا، هو منه مسؤول؟ نحن لا ما في جبر، بالعكس نحن بهذا الموضوع واضحين جدا، هنالك موافقة مستنيرة عم ينطلب أنه الأهل حلو. يوافقوا عليها قبل ما نحن نعطي أي لقاح، وأي طالب ما في هالموافقة المستنيرة نحن ما عم نعطي. نحن برجع بقول نحن لهلأ في لبنان ما عنا أي إلزامية للقاح لا للأهل ولا للطلاب، ولكن إذا المديرة تشددت يعني وهي صارت بإحنا مدارس قضاء بعبدة تشددت وبتقول له للتلميذ أنت ما بتجي إلا ما تجيب لي نتيجة نيجاتيف لو كل يومين ثلاثة. هيدا البي سي آر أصلا هيدا الموضوع نحن اللي لأنه عم نحكي عامل فيه هيدا الموضوع نحن عم نحكي بالبروتوكولات اللي بدها تطلع من اللجنة العلمية لحتى نحن نساعد يعني هالمدارس ياخدوا القرار السليم. هلأ إذا طلع هالبروتوكول وصار في مخالفة من أي إدارة لمدرسة طبعا ممكن يصير في تواصل من الأهل أو لجنة الأهل إن كان مع وزارة التربية أو وزارة الصحة لحتى نعالج هالموضوع. معليك موضوع البي سي آر بالمطار يعني بعده لليوم، إذا ممكن نوضح يعني آلية إجراء البي سي آر والدفع، يعني هذا الموضوع أخذ كتير طبعا. يعني سجلات نحن بالإطار الصحيح تنقول إذا انتهت كمان القضية على خير بعد الحكم الأخير يلي صدر بإعادة 50 مليون ليرة للجامعة اللبنانية. 50 مليون دولار. دولار تعتذر وفرش كمان. وفرش كمان. وفرش كمان. هلأ نحن برجع بقول نحن هذا الموضوع حقيقة الهدف منه هو حماية المجتمع، ما الهدف منه نعمل مصاري، ولذلك نحن هلأ لما جينا لقينا الأرقام نزلت وقفنا، يعني نحن برجع بقول ما كان الهدف من أول ما بلش، والعالم كله بتعرف أنه هذا بلش حتى مش على عهد هالوزارة، يعني بلش من أول ما صارت الجائحة. نحن الشيء الوحيد اللي عملناه بهيدا الوزارة أنه نزلنا سعره، بدل ما كانوا عم يدفعوا 50 دولار صاروا عم يدفعوا 30 دولار. طبعا كانت هال50 دولار هي مخبيينة بقلب الـ 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 يعني موجودة تكت. هي تماما نحن هلأ صارت أوضح، لذلك الناس عم يعني تتأفف منها، بتفهم أنا هذا الموضوع، نحن بوضع اقتصادي صعب وبتفهم هيدا الموضوع، ولكن برجع بيجي بقول انه نحن هيدا الموضوع كان الهدف منه، وهيدا الشيء اللي عم بيصير ببقية البلدان، يعني اي واحد بده يسافر على بلد اجنبي بيعرف انه عم يطلبوا منه يعمل بي سي ار قبل ما يروح. هلا جميع الاحوال نحن الهدف الاساسي مش نرجع لورا، نحن الهدف الاساسي نمشي لقدام، وبهيدا الموضوع بتامل انا انه نحن هيدا يساعد الناس ويحث الناس على إجراء اللقاح، لأنه أحسن طريقة لحتى أنت ما تدفع شيء بالمطار تكون ملقح، فأنت إذا كنت ملقح هتوفر على حالك، إذا منك ملقح بدك تدفع 30 دولار. يعني موضوع ال50 مليون دولار انتهى القرار اللي أخده أنا برأيي بعد معرفة المدعي العام، أنا برأيي دول المحاسب القاضي فوزي خميس. طب أنا برأيي هذا الموضوع واضح، نتمنى أنه نحن هالأموال توصل للجامعة اللبنانية. عجبتني منك الفراش وصلوا تمام. أنا على حد علمي يعني من كم يوم التقيت بالدكتور بدران رئيس الجامعة ما كان وصل لهم شيء حسب ما فهمت منه،
نتأمل أنه نحن يعني، وأنا برأيي هذا الموضوع يعني هل هذا له دور مهم جدا على صعيد مرفق وطني مهم بالنسبة للبلد اللي هي الجامعة اللبنانية. معالي الوزير، اليوم العلماء الألمان أكدوا لوزارة الصحة الألمانية أنه إذا قام جميع الأشخاص بتطهير حلقهم مرات عدة يوميا عن طريق الغرغرة بمحلول شبه ساخن من الماء والملح، فسيقضي ذلك على الفيروس تماما في جميع أنحاء ألمانيا في غضون أسبوع. هذا الموضوع هلأ بألمانيا صحيح ولا؟ حتى لو بدنا نعتبر صحيح، نعم، انك انت يعني تقنع تقريبا يمكن ألمانيا 70 او 80 مليون كلياتهم يغرغروا لمدة أسبوع، يعني بتصور انه سهل. ولكن الفكرة الأساسية الثانية، نعم، نحن ما في شك انه هنالك، انا برأيي في شيء اسهل من الغرغر. اذا نحن قدرنا نقنعهم انه يلبسوا كمامات عند الاجتماعات وهالامور، هيدي لحالة ممكن تساعدنا كثير نقضي على هالكورونا ونخلص. اذا نحن قنعنا الناس بدل ما يغرغروا كل يوم على مدة اسبوع، نعم، ياخذوا اللقاح، ساعتها انا برأيي انه الكورونا بيصير يعني وباء مثله مثل الانفلونزا اذا نحن اخذنا اللقاح. أنا برأيي يعني في أشياء أسهل بكثير من الغرغرة لحتى نحن نخلص من الكورونا. معليك اللقاحات قلت أنه متوفرة بكمية كبيرة اليوم. نعم. موضوع الماراثونات سيستمر ولا متعب ومكلف؟ مش متعب، لا هو ما في شك أنه متعب على المراكز، يعني أنا بوجه تحية كثير كبيرة. أنت كان بدك هليكوبتر نهار الماراثون، كيف عم توصل يعني من هون لهون لهون؟ حقيقة يعني العاملين بالمراكز، نعم، يعني وانا بدي ارجع اذكر انه هدول ناس ما عم يعني اللي عم يتقاضوه من رواتب هي رواتب زهيده، وهدول ناس عم يشتغلوا خمسة ايام ويرجعوا يشتغلوا سبت واحد، نعم، ويرجعوا يرجعوا شغلهم من التنين يعني، نعم، فحقيقه جهود جباره قاموا فيها، وانا برايي ساعدونا، لانه نحن ما ننسى انه نحن في شهر كانون الاول لوحده عملنا يعني ارقام قياسيه من اللقاح، ولو ما عملنا هيك يمكن نحن ما كنا هلا قاعدين عم نقول الارقام عم تنزل. ليش بنستمر معك؟ نحن مستمرين طبعا، ولكن نحن بنتمنى انه نشوف تجاوب من المواطنين عبر انه يقبلوا على هالمراكز وياخذوا اللقاح. طب اليوم يعني بالكلام عن كورونا عندك شيء بتحب تضيفه؟ لانه بدنا ننتقل لمواضيع ثانيه. انا يعني انا الفكره الاساسيه التالي، تفضل. نحن ما في شك انه وضعنا حاليا افضل، ولكن انا بدي اكد انه موضوع الكورونا لم ينتهي. بأي مستوى نحن معليك؟ نحن لازلنا بالمستوى الرابع، ولكن أنا برأيي نحن قريبا حننزل للمستوى الثالث وغيره. فنحن اللي عم نقول أنه نحن بالنسبة للمواطنين نحن ما انتهى موضوع الكورونا، ولكن ما في شك وضعنا أفضل، ووضعنا سيكون أفضل حتى إذا نحن أقبلنا على اللقاح ونشرنا اللقاح. معليك حضرتك أنت مسعر البي سي آر بي بقديه؟ كيف مسعر البي سي آر؟ تسعير البي سي آر قديه بيدفعه الناس؟ بالمستشفيات، نعم، الحكومية، نعم، بالمستشفيات الحكومية 150 ألف. وباقي المستشفيات مين بسعرهم؟ بتسعرهم النقابي، يعني بيصير في تسعير أو التوافق معك أنت؟ هلأ نحن بيصير في تواصل بيننا وبين النقابي. المشكلة أنت أنه نحن البي سي آر أو الأغراض اللي بيجيبها هي بتنجاب مستوردة كلها وبالدولار، وهيدي لأنه سعر الدولار كان عم يلعب، نعم، لذلك كان سعره عم يتغير. نحن ما عنا مثل الدواء سعر عم يلحق الدولار وكل يومين نطلع منقول صار فحص البي سي آر طلع أو نزل. لذلك نحن التسعيرة الرسمية للبي سي آر اللي نحن طلعناها هيدي عمرها يمكن 3 شهور إذا ماني غلطان. طبعا خلال هالفترة العالم كلها بتعرف أنه كان الدولار شيء وهلأ صار الدولار شيء تاني. بس اليوم المستشفيات الخاصة كل مستشفى على هواء 200 نعم. 250 نحن بهيدا الموضوع صحيح، نحن بهيدا الموضوع هلأ يعني ما في شك أنه هنالك فوضى بهيدا ونحن كوزارة شو ناطر لتقمع الفوضى؟ تمام، لحتى أنت تقدر تقمع الفوضى فضل. بدك عدة أمور. أولا بدك جهاز تفتيش وأنت متوفر مش موجود؟ أكيد منه متوفر بالوزارة، لأنه أنت نحن التفتيش الصيدلي يدوب يكون متوفر بالوزارة. أنت عندك حتى التفتيش الصيدلي، نعم، لما أنت بدك تيجي تاخد مفتش معاشه مليونين ليرة وتيجي تقول له أنا بديك تطلع بسيارتك وتبرم من صيدلية لصيدلية، طب هيدا بدي يقول لك أنا كيف بدي أمن بنزين للسيارة؟ أنا بس على هالكم برمي هاي بحط المليونين كلهم بنزين، كيف أنا بدي أعيش؟ نحن
من السهل نوقف ونقول لا هالمفتش بدك تعمل هيك ويا وزارة بدك تعمل هيك، ولكن لما أنت بتكون عندك هالواقع واقعيا كيف بدك أنت تطلبه؟ علما أنه أنا ما عم برر، لأنه المفتشين اللي عنا عم بيقوموا بدورهم وعم يطلعوا على المطار يفتشوا على الأدوية وعم بيروحوا على الصيدليات يفتشوا على الصيدليات بما يستطيعون، ولكن مثل ما بيقول المثل قال له إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. حلو. نحن بموضوع التفتيش على المختبرات، نحن ما عندنا جهاز تفتيشي على المختبرات، هيدا رقم. رقم اثنين، أنت بعد ما تفتش بدك تجي كذلك تاخذ قرارات. نحن بضمن الجائحة لو طلعنا نحن وبلشنا بالوقت اللي كانت الإصابات عالية نسكر المختبرات يمين شمال، طب كيف الناس بدها تعمل فحوصات؟ وكيف الناس بدها تعرف؟ وكيف اللي بوزيتيف بده يعرف انه يروح يحجر نفسه او يقعد؟ يعني نحن برجع بقول بهذا الموضوع ايام الناس يعني بتطلب بعض الامور اللي الكل نحن بنعرف بالامكانيات الموجوده يا دوب انت تقدر تقدم جزء منه. معليك رح ناخذ بريك وبعد منها بدنا نحكي بموضوع القطاع الصحي الموازنه. يعني كنت بخلال المقابلة السابقة حكيت كمان عن نزوح جماعي للأطباء والواقع مع صندوق النقد الدولي، كل هذه المواضيع بنحكيها بعد البريك معك أصدقائي. فاصل ونتابع مع وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض. أنا معكم مع ضيفنا معالي وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض. معليك نرجع حتى نحكي بموضوع القطاع الصحي. شكينا كتير أنه في هجرة أطباء والقطاع الصحي يأن وعندنا كتير مشاكل ويحتاج لدعم بهذه المرحلة مع الموازنة، كيف حال القطاع؟ هلا حقيقة بالموازنة اللي ناقشناها يعني وما يتعلق بموازنة وزارة الصحة كان في تجاوب حقيقة معنا من مجلس الوزراء من دولة الرئيس ومن وزير المالية، مشكورين جميعهم على زيادة مهمة على قطاع على الاستشفاء، بند الاستشفاء بوزارة الصحة وكذلك على بند الدواء. هلأ طبعا يعني مثل ما بيقول المثل قالوا لا تقول فول ليصير المكيول، لأنه الموضوع أنت بتعرف هلأ بمجلس النواب، ونحن نتأمل أنه هيدا الموضوع الموازنة يعني مشى فيه بسرعة. متى ستقرر الموازنة؟ هلا طبعا النقاش بعد ما صار يعني بعد حتى بلجنة يعني المال والهذا النقاش بده يبلش على الموازنة وعلى بنوده، ونتأمل نحن أن يصير هذا الموضوع يعني بسرعة. طب برأيك يعني بالكلام عن أنه ما في زيادات، أنت هلا عم تقول زيادة مهمة، يعني بس نوضح للناس قديش نسبة الزيادة؟ نحن بند الاستشفاء تقريبا زاد بخمس أضعاف وبند الدواء كذلك يعني زاد تقريبا حوالي الأربع أضعاف. رح يزيدوا 35 مليون هون؟ كيف يعني؟ المتفق عليهم مع مصرف لبنان رح يزيدوا؟ على الـ 35 المدعومين للأدوية. لا اللي زاد هو الموازنة، يعني بمعنى نحن قديش هيدا غير الدعم. ايوه بناخذ منه لحتى نزيد الدعم مع المصرف. لا نحن الدعم هو حقيقة أنت بتعرف الدعم هو بالعملة الصعبة. بآخر يعني محادثات صارت مع مصرف لبنان لهلأ بعد ما في حل بهذا الموضوع، يعني نحن لازلنا عند هال 35 مليون اللي هو 25 مليون منه للأدوية، واللي هو نحن قلنا يعني أكثر من مرة أنه نحن نعتقد أنه هذا المبلغ غير كافي لحتى نحن نلبي الاحتياجات كل المرضى. نحن طبعا عم نحاول يعني ندير هيدا الملف بهالرقم اللي هو متوفر، ولكن على الأكيد نحن بالنسبة لنا هيدا الرقم غير كافي. من وقت ما جيت وانت مهتم بموضوع الأدوية، اليوم نحن نقرأ يعني أن وزارة الصحة نشرت جداول بأدوية وصلت وستصل إلى لبنان. نعم. ودائما بيجي أدوية ولا في شيء جديد هون؟ لا نحن اللي صار في شوف بموضوع الدواء هنالك ثلاث مشاكل أساسية بموضوع استيراد الدواء بعد لا لبنان. هي المشاكل اللي نحن اشتغلنا لنحلها. أوكي. الموضوع الأول اللي هي أمر جديد موضوع الدعم، يعني نحن بالأول كانت الشركات الأدوية لما بدها تستورد تروح تستورد، يعني ما كان في أنه والله أنا أقدم فواتير وتدرس الفواتير ومصرف لبنان يعطي دعم عزوة. كانت لا مش عزوة بحسب أنه السوق موجود وتجيب أدوية وكذا. نحن هلأ الشركات ما بقى فيها تجيب مثل ما بدها، نحن الشركات أيام بتقدم فواتير بدها تجيب بسبعين وثمانين مليون،
طبعا نحن هيدا الرقم منه ما بنقدر، ما عندنا قدرة نضلنا نجيب هالأرقام مثل أيام زمان. فلذلك هيدي كان بدها إعادة تنظيم، وهيدا اللي نحن عملنا ومكننا هالعملية هاي. وهلأ رجعت الدورة، ترجع يعني دورة الاستيراد استعادت إلى حد ما إلى صارت إلى نوع من طبيعتها. اليوم هيدا المشكلة، المشكلة الأولى. المشكلة الثانية هي مشكلة المال اللي حكينا عنها، الكمية يعني اللي زادت، الأموال المرصودة اللي هي مثل ما قلنا أنا برأيي أقل مما لازم. الموضوع الثالث هو طبعا موضوع التهريب، موضوع التخزين، يعني ناس اللي بتجي بتاخذ هالأدوية هاي. أنت عم تحكي أيام دواء سعره $1,000 مثلا عم ينشرى $20 أو $30. $1,000 في أدوية سرطان حق هيدا على الفراش ألف، لا لا على الألف وخمسة، على الألف وخمسة يعني $1,500,000. بس أنت $1,500,000 شو بيسوى هلأ؟ إذا فأنت عم تجي تاخد تدفع $1,500,000 وبتروح أنت شو بقوله بتبيعه أو ما بعرف شو بتعمل بالدواء أو اللي هو. وهذا الموضوع نحن بنعرف موجود، يعني حتى قبل ما أوصل أنا على الوزارة صار في على المطار أدوية كانت انلقطت عم تتهرب من أدوية سرطان أو غيرها أو هالأمور. فنحن طبعا عم نحاول يعني هذا الموضوع نضبطه عبر مثل ما في برامج المكنن اللي بتسمح لنا نحن نتبع الدواء ونعرف هذا الدواء وين راح. يعني الانتظام نقدر نقول تم اليوم بمسيرة؟ لا، أنا برأيي نحن اللي نحن عم نحكي عنه، نحن برأينا الوضع صار منه بنفس السوق اللي شفناه قبل. نحن إجا وقت كان بالفعل يعني مرقنا بحوالي 3 أو 4 أسابيع ما صار في استيراد أبدا للدواء، وهذا خلق لنا مشكلة كتير كبيرة. اليوم هلا لا بلش يجوا الأدوية. ونحن ليش أنا طلعت وقت اللائحة؟ لأنه كان يعني الناس فكرت لما أنا بطلع بقول إنه والله بعد أسبوعين أو بعد ثلاثة إنه عم نحكي عم حفظوه عليك، قال دايما بيقول بعد أسبوعين. تمام، لذلك نحن طلعنا إنه خلال هالفترة هاي امتى جاي، يعني كل دواء هيدا جاي بهالتاريخ، هيدا جاي بهالتاريخ، هيدا جاي بهالتاريخ، حتى يكون في شيء قدام الناس تجي تحاسب عليه تقول والله انت قلت كذا وكذا. مالك بدك تفسر لي شغلي، انا اشتريت من صيدليه دواء مكتوب عليه مدعوم، نعم مطبوع عليه مدعوم، نعم، قديش نسبه الادويه اللي بعدها مدعومه؟ كل الادويه بعدها مدعوم، نعم. نحن ولكن نسبه الدعم تختلف. الادويه اللي انشال عنها الدعم بالخالص 100% هي ادويه الاكيوت، يعني او ما يسمى بالاو تي سي اللي هو الاوفر دي كاونتر، مثل مثلا الادويه البانادول او بعض الادويه الانتيبيوتيك اللي هو بياخذهم المريض مش بشكل دائم، منتظم دائم. بشير مثلا والله صار معه التهاب بدرسه مثلا مره بالسنه بيجي بياخذ الانتيبيوتيك وكذا. ولكن الادويه اللي هي مزمنه كلها مدعومة، ولكن مدعومة بشكل مش بشكل كامل، بشكل جزئي. هنالك منها ما هو مدعوم 25%. المزمنة قد ايه مدعومة؟ حسب هنالك هن شرائح. المخرج بس بيعمل عملي في أدوية مزمنة غالية بعدها كتير. لا هلا هو غالي لقلك ليش؟ خود أنت دواء كان مثلا حقه لنقول $5. نعم. أنت هيدي $5 كنا نشتري ب7.5، مش هيك؟ 7500 ليرة. تمام. انت هلا هيدا حتى لو انت عم تدعم نصه، يعني عم تدعم 2.5 وفي 2.5 عم تدفعه نفرش، 2.5 فرش هلا صرت عم تحكي 50,000. نعم. يعني انت هيدا الدواء طلع من 7500 صرت عم تشتريه هلا يمكن ب70,000. معليك انت دائما يعني الناس بيشعروا انك انت حدهم، ولكن ما بالهيد تحيلي انجاز التعبير، لانه يعني هذه الخطوه والقطاع بده كثير فلوس. ولكن بمجال بتطمنه انه بتقول البحث عن مصادر تمويل جديده لتامين الدواء لكل مريض وتامين حلول نهائيه مبنيه على قاعده معلومات دقيقه. على مين بدنا نتكل هون؟ نحن في 3 أمور اللي نحن ممكن نعملها. الموضوع الاول اموال جديده، بمعنى نحن نعتقد انه نحن حتى بالسله الدوائيه اللي نحن عنا هلا هنالك في حلول، وهذا الموضوع انا سوف اعلن عنه بالقريب، مش بهذا، اللي تقدر توفر لنا أموال نستعملها لنجيب أكثر أدوية الأمراض المستعصية والكانسر والأمور. معونات، لا إحنا من قلب النظام الصحي تاعنا. حلو. وهذا الكلام برجع بقول لك قريبا إن شاء الله حيكون لنا كلام على الموضوع. طبعا نحن دائما ننظر أنه نقدر نلاقي أموال تأتي من الخارج. هلأ الأموال اللي عم تأتي من الخارج هي نوعين. النوع الأول هو مساعدات،
ولكن هيدي يعني المساعدات منا حل مستدام، يعني نحن مؤقت مؤقت لأنه ما حدا حيضل يعطيك. الحلول المستدامة اللي فيك تبني عليها أيام أكثر هي إذا أنت رحت أخذت قرض. المشكلة هلأ بكثير من البنوك اللي هي بيسموها بنوك التنمية، إن كان الفرنسي إن كان هذا، أنه أنت هلأ كلبنان ومنذ أن تخلفنا عن دفع الديون أنت صار صيتك عاطي، يعني أنت لا تعتبر، أنت لا يعطوك قروض حتى لو أنت عم تستعمل القروض بشيء له علاقة بالصحة وكذا وهالأمور. ونحن بتصور أنا يعني لما عم نطرق الأبواب لحتى نجيب أموال القروض هيدي اللي عم نحكي عليها كله بيرجع بردنا لمؤسسة النقد وبيجي بيقول أنه أنتوا بالأول اتفاق مع صندوق النقد بغير الصورة ويفتح مجالات هيدا تماما بغير وبيفرجي أنه أنتوا بلشتوا على الطريق خلصوا معه ورجعوا تعوا لعنه. فلذلك هيدا الموضوع نتمنى أنه نحن يعني هيدا الموضوع يعني نوصل فيه لنتيجة لحتى كذلك يكون له انعكاس إيجابي على المواضيع الأخرى. الموضوع الثالث اللي أنت قلته هو موضوع كتير مهم. اليوم أنا كنت مثلا عم بحكي مع يعني أستاذي بموضوع الصيدلي، هي بتدرس بأوتيل ديو وبقدر أقول اسمها يعني دكتورة روبا الراسي اللي هي شخص يعني هي تخصصها هو بالأدوية واستعمال الأدوية، بمعنى أنه نحن كمجتمع ما هي الأدوية اللي هي أكثر يعني يوتيليتي بمعنى بتفيدنا بهذا الموضوع، أنه أنت هيدا الدواء كيف أنت بتقدر تختار الدواء اللي هو بيعطيك النتيجة اللي بدك إياها ولكن كذلك من غير ما يكون مكلف عليك. هيدا الموضوع هو علم بحد ذاته اسمه فارماكو إيكونوميكس واللي هو دراسة الأدوية وأنت بالمجتمع تختار بيناتهم الأدوية اللي تفيدك. طبعا لو أنت أي مجتمع عنده أموال قد ما بدك ما في داعي تقعد تفكر، ولكن أنت لما بيكون المصاري اللي معك محدودة مثل أنت لما بتفوت على السوبر ماركت وبتصير أنت كلهم بيعطوك فايدة، ولكن هون السؤال الفائدة بالنسبة للسعر. معليك يعني بهالمرحلة اللي عم نحكي فيها البطاقة الدوائية سبق وحكينا فيها، وانت عم تحكي ومثل ما قلنا من وقت ما توليت الوزارة انت لا توفر جهد بسبيل تأمين الدواء. البطاقة الدوائية رح تقدر فعلا تساعد وتكون هي خير مساعد للمريض؟ خلينا نقول البطاقة الدوائية شو بتعني. هنالك وظيفتين للبطاقة الدوائية. أول واحدة البطاقة الدوائية اللي أنت تساعدك تعرف الدواء وين عم بيروح ومين المريض اللي عم يأخذ الدواء، مين بيحصل عليها، أي مواطن، وهيدا طبعا وهيدي ساعتها أنه لما نوصل عليها بصير أي مواطن عنده بطاقة دوائية وبنصير نحن نقدر نضبط حركة الدواء. قد ايه بدها ليصير كل مواطن؟ هيدي بدها شغل. ما كان على أساس قريبة؟ لا لك، لو نحن عنا مصادر مفتوحة هيدي بتخلص بفترة كتير سريعة. يعني نحن إحدى الشركات اللي اجت كانت بدها تعمل بطاقة طلبت انه هي تتقاضى 6 ملايين بدها تعمل بطاقة ببلاش، مش 6 ملايين، طلبت 2% من مبيعات الدواء اللي هو يعني 12 مليون دولار بالسنة. يعني كل سنة بدها تقبض عليها 12 مليون دولار. هيدا 12 مليون دولار بالنهاية نعم صحيح نحن كوزارة صحة ما عم ندفعها دايركت يعني بالمباشر، ولكن بغير المباشر هال 12 مليون بدها ترجع تروح للمريض، بدها ترجع تروح للمواطن. فلذلك نحن هلأ اللي عم نشتغل عليه هو حل أقل كلفة، ولكن لأنه يعني جزء كبير منه هو بقوانا الذاتية عم بيكون الوصول إله بطيء. يعني معلقة هلأ البطاقة الدوائية؟ لا، نحن عم نشتغل على الموضوع. الجزء الثاني من البطاقة الدوائية اللي ذكرته حضرتك وهو أنه البطاقة الدوائية اللي بيكون فيها مصاري تدفع عنه للمريض، وهيدا الموضوع طرحه الجهات الدولية جزء من اللي هي شبكة الحماية الاجتماعية. نعم. وهو أنه نحن نصير نعطي مال للطبقة الأكثر فقراً أو الأكثر حاجة اللي تصير هو يقدر يستعملها ليشتري الدواء من الصيدلي. طبعاً هيدي أنا برأيي خطوة لاحقة للمشروع اللي عم بيقوموا فيه بوزارة الشؤون مع الزميل معالي الوزير حجار اللي هي الفئة الأكثر فقراً وبرنامج البطاقة التمويلية، البطاقة التمويلية موعدين واحد أداري. فهيدي البطاقة التمويلية ممكن ينضاف إلى جزء اللي هو تصير تشتغل كأنها بطاقة دوائية كذلك.
طب معالي الوزير، عم نحكي عن الدواء وعم نحكي عن الامور الصحيه اللي بتهم كل الناس، مراكز الرعايه كمان اذا بتسمح لي لابد من انه نمر عليها، كمان عم بتقدم ادويه. اليوم نحن اجاني تقرير من منظمه الصحه العالميه اللي هي بتساعدنا برصد التغيرات اللي عم بتصير يعني بالقطاع الصحي في لبنان. فإحدى الأمور اللي يعني عم يحكوا على الزيارات على مراكز الرعاية واللي زادت تقريبا بحوالي 3 أضعاف من من من, من الناس من المواطنين. نحن بموضوع الأدوية طبعا هيدا أكيد لما الزيارات بتزيد طبعا معناتها الحاجة زادت والناس بدها أكثر أدوية. نحن حقيقة عم نجهد لحتى نأمن دواء، ونحن موجود عنا يعني بالكارانتينا بمخازننا الأدوية للأمراض المزمنة. وهلأ كذلك يعني كلنا بنعرف أنه إجانا مساعدة كتير كبيرة من دولة مصر الشقيقة، حوالي 265 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك هيدي حتكون إلى دور كتير مهم بدعم مراكز الرعاية اللي عنا لتأمين الدواء. طبعا يعني نحن عم نجهد لحتى نلاقي عدة حلول، وعم نشتغل كذلك على حلول أخرى غير مراكز الرعاية للناس اللي ما بدها تروح على المراكز. معليك بعد في أدوية مقطوعة بالصيدليات اليوم؟ أكيد نحن في عنا يعني عم نتابع الوضع. برجع بقول نحن في أدوية مقطوعة لعدة أسباب، ولكن نحن يعني هون كذلك حيكون في دور كتير كبير بتغطية هذا الموضوع من الصناعة الدوائية المحلية، ونحن كذلك عم نشتغل معهم على مشروع إن شاء الله قريبا كذلك يعني نطلع ونحكي فيه بالإعلام، عم بيساعدنا كتير بتغطية حاجات السوق المحلي. معالي الوزير، حضرتك أنت كوزير صحة أنت وعم تتصفح تليفونك الفيسبوك أو مواقع التواصل وبتشوف في إعلان بيقول تأمين جميع أنواع الأدوية من تركيا إلى لبنان، مدة الاستلام من 3 إلى 5 أيام مبردة وغير مبردة، وللاستفسار أرقام تليفونات والشرح. أنت شخصيا كوزير للصحة بيستفزك هذا الإعلان ولا بتشوف أنه هو حاجة للناس؟ أنا مش حاجة للناس، أكيد هذا الموضوع هو أمر غير قانوني، مخالف للقانون، ولكن أنا بدي أشوف ما وراءه. هذا بيعكس أنه نحن عنا أزمة ونحن ما بدنا نتخبى وراء أصبعنا وننكر أنه والله هنالك أزمة، أنه بالسوق في أدوية منا متوفرة. فلذلك أنا برأيي أكيد نحن كيف عم بفوتوا؟ مين عم يفحصهم؟ أكيد نحن هيدا الموضوع حنحوله على النيابة العامة، ولكن أنا برأيي الرد الأهم على هالإعلان هو تأمين الدواء في السوق. يعني نحن ما بدنا نترك دورنا الأساسي وهو أنه نحن نساعد أنه هالدواء يكون مأمن بالسوق، ونقعد نشتغل مفتش وعم نركض وراتنا. طبعا برجع بقول هيدا أمر مخالف للقانون وحنحوله، ولكن هيدا ما هو المشكلة. المشكلة الأساسية اللي سمحت لا إن كان بقطاع الدواء أو سمحت للفوضى اللي عم نشوفها بقطاع الاستشفاء هو هالفراغ اللي للأسف عم يترك مجال للتهريب للتخزين وغير ذلك. بتوعدني إنه نتابع هالموضوع معك إذا عملتوا شيء وتبين معكم إنه هذا الموضوع نتابعه. موضوع المستشفيات الحكومية معليك، وصلنا على الختام. طبعا هذه المستشفيات اللي هي حد كل الناس والكل بيعرف قد ايه وزارة الصحة بتسدد فواتير عن شريحة كبيرة، قد ايش 70% اليوم يمكن، قد ايش عم تدفع؟ نحن من الشعب؟ نعم. لا نحن اقل شوي، نحن تقريبا حوالي 40%. كنتوا 40 بعدكم 40 لليوم؟ هلا نحن ما في شك انه في كثير ناس تركوا. صحيح، نحن عم نشوف انه هنالك ناس عم تجي، ما بقى عندها ضمان، ما بقى عندها كذا، عم تجي على وزارة الصحة. بقى. عم بتزيد اكيد. برأيك يعني كل المعطيات لوزارة الصحة قائمة لحتى تكون حد كل الناس؟ نحن بموضوع الاستشفاء في عنا نشاطين عم نقوم فيه. من جهة نعم نحن عم ندعم المستشفيات الحكومية. اليوم مثلا كان عندي اجتماع مع UNDP لمشروع الطاقة الشمسية ل 15 مستشفى حكومي. حلو. وهيدا المشروع ماشي، وإن شاء الله حنشوف بعض المستشفيات قريبا حيخلص المشروع تاعه، وبعض المستشفيات بدها فترة أطول. بالإضافة لذلك في كذلك هلأ بمجلس الإماء والإعمار يعني من البنك الإسلامي للتنمية 30 مليون دولار لتجهيز المستشفيات الحكومية بمكانات أشعة وطبية وكذا وهالأمور.
بالإضافة لمشاريع أخرى للتأهيل الإداري وهالأمور. فنحن عم نشتغل لحتى هالمستشفيات الحكومية اللي أثبتت بخلال هالجائحة هاي أنه بتقدر تلعب دور كتير مهم، أنه نحن كذلك يعني نضلنا داعمين. الموضوع الأهم اللي أنا برأيي صار اليوم مع المستشفيات الحكومية أنه فخامة الرئيس مضى المرسوم تاع المساعدة الاجتماعية، واللي نحن اشتغلنا بشكل كتير قوي بمجلس الوزراء لحتى يكون المستشفيات الحكومية والعاملين فيها من المستفيدين من المساعدة الاجتماعية اللي انعطت لموظفي الإدارة العامة. هيدا المرسوم مضى فخامة الرئيس وسوف يسلك للتنفيذ، لأنه نحن بالنهاية ما بيهمنا بس ندعم المستشفى كبناء أو كأجهزة، بالنهاية أنا برأيي أهم جزء من المستشفيات الحكومية هي العاملين فيها. هلأ الموضوع الثاني هو موضوع الاستشفاء بشكل عام. نحن برجع بقول نحن في هنالك فوضى بموضوع الاستشفاء. نحن عم نشوف أن المستشفيات عم تستفرد أيام بهالمرضى خاصة، عم تطلب الخاصة، وحتى إذا كان في مستشفيات حكومية نحن، ولكن هي بشكل أساسي الخاصة عم تستفرد بها المريض وعم تطلب منه أيام أرقام عالية. نحن هذا الموضوع فرق، نحن هنالك عمل عم نشتغل عليه مع النقابة مع الجهات الضامنة الأخرى، ونحن عم نشتغل على حل يتضمن بنفس الوقت جزرة وعصاي. لأنه نحن أنا برأيي بلبنان لا فيك تحل كل شيء بالعصاي ولا فيك تحل كل شيء بالجزر، فنحن عم نشتغل على هذا الموضوع لحتى نحن نقدر نحمي المريض إلى قدر ما نقدر من هالاستغلال اللي عم نشوفه أيام بهالمستشفيات. معالي الوزير، موضوع الأخطاء الطبية، وبنسمع أنه بآخر مقابلة عملناها معك كان في طفلة توفت بسيدة، وكان لفت الدكتور جوزيف حلو لحتى يعمل التحقيق، بين شيء بهذه القضية ولا بعد التحقيق ماشي؟ أنت في هنالك كان أكثر، كان في طفلة صارت بهيدي بإحدى المستشفيات. نعم، عم نحكي عن صيدا نحن. تمام، لأنه كذلك صار في قبل كان في طفل توفى بمستشفى الله يرحمه بعد عملية جراحية. نحن بالحالة الأولى الطفل هيدا الموضوع خلص التحقيق، تحول الملف للإجراءات بالأطباء لنقابة الأطباء لحتى تاخد المسلك الطبيعي لهيدا الموضوع. لا يعلن يعني الحكم القرار، نحن ناطر، لأنه هو نحن ما في شك أنه يعني واضح أنه هنالك مشكل، ولكن هيدا الموضوع بحسب القانون بده يمرق على نقابة الأطباء مش دغري يطلع من يعني نحن بهيدا الموضوع كوزارة صحة نحن عم نشتغل مع النقابات وليس لوحدنا ناخد القرار. أما بما يتعلق بالمستشفى فكذلك هنالك لجنة طلعت على المستشفى، عملت تحقيق مع المستشفى. وهيدا على فكرة من أول المرات اللي لما بيصير في خطأ طبي نحن مش بس بنعمل تحقيق مع الطبيب، نحن عملنا تحقيق مع المستشفى لحتى المستشفى يتحمل مسؤوليته. بكرة جاي لعندي اللجنة لحتى تقدم تقرير التحقيق اللي صار مع المستشفى، وسوف يعلن عن كل شيء بحين. يعني بالختام يعني وردنا من دكتور شرف أبو شرف يقول أنه أقر مجلس النواب مشروع قانون ضمان الطبيب بعد التقاعد، وهذا كان من خارج جدول العمل كمان. هذا الشيء هو مهم لحتى نقول هذا القطاع يحتاج إلى كل الدعم. هذا يعني الموضوع نحن موجه تحية كتير كبيرة لسعادة الدكتور عراجي، لأنه هو واللجنة كان رئيس اللجنة الصحية النيابية اللي هو كان وراء داعم. وأنا يعني بعتقد هيدا أمر أقل واجبنا تجاه الأطباء أنه نحن نساعدهم بوقت تقاعده. أنا بدي أشكرك معاليك لهذه الأطلالة يلي نحن كتير فرحنا فيها، بتمنى نحن وأنت نبقى على تواصل، أي جديد نحن جاهزين كتلفزيون لبنان نكون دائما صوتك وحدك وبكل المعونة المطلوبة لكم. شكرا لك. الله يخليك، شكرا لك. شكرا أصدقائي، نحن لهون نوصل لختام حلقتنا الاستثنائية بإطار مشاكل وحلول مع ضيفنا معالي وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض. بشكركم، بشكر متابعتكم، باسم جابر المخرج اللي رافقني بهذه الحلقة مع الفريق العامل شباب صبايا، يعطيكم ألف عافية. شوفكم بكرة، باي باي.